وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور، مصر لطالما حذرت من اتساع نطاق الصراع في المنطقة، كيف ترى التحذير الأخير الذي ورد على لسان وزير الخارجية إذا التصعيد الحالي مع جهود مصر واتصالاتها مع كافة الأطراف للتهدئة؟ تحياتي لك سيدتي. في الواقع أن الجهود المصرية لمنع التصعيد في المنطقة كانت أحد تحركات مصر على كل المسارات الإنسانية والسياسية والأمنية، وتحذير مصر منذ البداية من مخاطر توسع الحرب واندلاع حرب إقليمية بالطبع سيدفع ثمنها الجميع وستؤثر سلبا على مقدرات شعوب المنطقة. وفي هذا الصدد تتحرك مصر بالتعاون مع الشركاء للعمل على نزع فتيل هذه الأزمة ومنع اقتراب المنطقة إلى أتون حرب. يحاول اليمين المتطرف الإسرائيلي الحاكم الآن أن يقود المنطقة إلى الهوية من خلال إشعال الحرائق والنيران سواء في غزة أو في لبنان أو إشعال حرائق إقليميا. وبالتالي هذا التحرك المصري بيعكس مركزية أولا الدور المصري، وهذه الزيارات سواء زيارة وزير الخارجية الأسباني أو وزير الخارجية الإيراني وعشرات بل مئات الزيارات من المسؤولين من كل دول العالم على مدار أكثر من عام بتعكس محورية ودور مصر فيه كركيزة في تحقيق الأمن والاستقرار، وأن مصر تمثل تيار الاعتدال والاستقرار والسلام في المنطقة في مقابل أن هناك تيار يحاول أن يقود المنطقة إلى مزيد من العنف والتصعيد لمصالح سياسية وإيديولوجية. وبالتالي هنا تكمن الخطورة. الأمر الثاني أيضا أن القضية الفلسطينية حقيقة والدعم المصري لا يغيب لحظة واحدة عن تحركات وأجندة السياسة الخارجية المصرية سواء في استقبال المسؤولين المعنيين من قادة الدول ووزراء الخارجية أو الاتصالات الهاتفية أو الزيارات الخارجية، بتعكس أن مصر تمثل اهتمام الأمان للقضية الفلسطينية في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني ودعمه وتخفيف المعاناة الإنسانية عنه، والتحرك المصري أيضا على المسار الإقليمي في منع اندلاع مثل هذه الحرب. ومن هنا تأتي دائما التحذيرات المصرية التي تتطلب أن يكون هناك موقف أكثر فعالية خاصة من الأطراف الفاعلة مثل أمريكا والدول الأوروبية القادرة على الضغط على الجانب الإسرائيلي لكبح هذا الاندفاع الجنوني نحو حرب إقليمية أو نحو التصعيد وانتهاك سيرة لبنان واستمرار العدوان على شعب غزة. ولذلك هنا المقاربة المصرية دائما هي المقاربة الصوابية، بمعنى أن مصر تسعى إلى معالجة المرض الأساسي وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة، وغياب أفق للتسوية السياسية. ومن هنا التأكيد على أهمية حل الدولتين وإقرار السلام العادل والدائم هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن ولعلاج هذا الصراع من جذور. دكتور، من ثوابت مصر الخارجية بجانب التهدئة أيضا الحفاظ على استقلالية الدول وسيادتها. فيما يتعلق بلبنان، مصر لمست محور هام فيما يتعلق بالشأن اللبناني، وهو ضرورة أن يقوم اللبنانيون بتقرير مصيرهم في مسألة الشغور الرئاسي. كيف يمكن اللعب على هذه النقطة لإشعال الموقف في لبنان في رأيك؟ بالطبع الدور المصري دائما ينحاز الى الدوله الوطنيه، ينحاز لمصلحه الشعوب، ينحاز لوحده وسياده الدول ودعم مؤسستها الشرعيه. وفي هذا الاطار تدعم مصر بشكل كامل بالطبع لبنان الدوله، لبنان المؤسسات، العمل على ملء الشهور سواء على مستوى رئيس الجمهوريه او على مستوى رئيس الحكومه، في ظل ان الحكومه الحاليه هي حكومه تصريف الاعمال، وفي ظل التحديات الكبيره التي يواجهها لبنان حقيقه مع استمرار انتهاكات الاسرائيليه وللسياده اللبنانيه والاراضي اللبنانيه، وان الشعب اللبناني الان هو يدفع الثمن حقيقه بسبب هذا الاندفاع وهذا التصعيد من جانب حكومه الحرب الاسرائيليه. وبالتالي هنا مصر تتحرك بدعم الشعب اللبناني، بدعم الدوله اللبنانيه، بدعم المؤسسات اللبنانيه، وايضا العمل على المستوى الدولي لحشد والدعم الدولي لمساعده لبنان في تجاوز هذه المحنه وهذه الازمه. نعم. والعمل على وقف هذا العدوان الاسرائيلي على لبنان وتاكيد الالتزام بالقرارات الدوليه خاصه القرار 1701 للحفاظ على وحده وسياده لبنان ووقف العدوان الاسرائيلي على اراضيه. اشكرك دكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه.